أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين، مع رسالة أيها الولد لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا بعلومه والصالحين والحاضرين والمستمعين والمشاهدين برضه في الدارين آمين، وكل له فضل. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه وبكم في الدارين آمين، وتقفنا في المرة الماضية عند قوله: لو كان العلم المجرد كافيا لك ولا تحتاج إلى عمل سواه لكان نداء هل من سائل كذا. صح كده، احنا وقفنا عند دي صحيح. طيب قال: أيها الولد، لو كان العلم المجرد كافيا. هو هنا بينبهه لأن العلم المجرد منين؟ من العمل. لو كان العلم الذي لم تعمل به كافي لانصباب رحمة الله عليك، أو كان كافي إلى أنك تخش الجنة، أو كان كافي إلى أنك تكون محط نظر الله. لو كان العلم يعني المجرد دي نفهمها إيه؟ مجرد عن العمل. لو كان العلم المجرد كافيا لك ولا تحتاج إلى عمل سواه، يعني كأن طلب العلم ده نفسه عمل، بس هو عمل يحتاج إلى عمل، تمام؟ فهو بيقول له إيه؟ لو كان العلم المجرد كافيا ولا تحتاج إلى عمل سواه لكان نداء، يعني لكان النداء الإلهي الذي يتجلى فيه ربنا جل جلاله، وليس كما يزعم بعض الناس ان ربنا يتجلي وينزل تنزلا يليق به، وهذا كلام فاسد لا يليق بالله. ثم يقول رب العزة: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فنغفر له، الى اخره. هذا الكلام بعض الناس تقول يتنزل ربنا جل جلاله، يتنزل تنزلا يليق به. لا، الكلام ده كلام فارغ، لاني بعيد عن الكلام ده ومش هدخلك في مشاكل في العقيدة. هذا الحديث هيحملك ويجعلك تشبه ان ربنا بينزل، تمام؟ اهل السنة بيقولوا يتنزل امره. يا عم انت مش موافق على الكلام ده عشان ده تأويل، الغي خلاص، انا معاك انت حر. طب وهتودي فين الحديث اللي في النساء اللي بيقول: فإذا ما كان ثلث الليل الآخر أن أرسل الله تعالى ملكا ينادي في الخلق، هل من مستغفر فنغفر له، هل من تائب فنتوب عليه، هل من سائل فنعطيه، هل من كذا، هل من كذا، هل من كذا. أيها الولد، لو كان العلم المجرد كافيا ولا تحتاج إلى عمل سواه لكان نداء هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب ضائعا بلا فائدة. تاخد بالك؟ يعني الشيخ بيلفت نظره لإيه؟ بيلفت نظره إلى هذا الحديث، إلى أن هذا الحديث لمين؟ لأهل التقصير والذنوب. أهل التقصير بقول إيه؟ هل من مستغفر؟ يبقى أنت عملت حاجة. طب لو ما عملتش يبقى استغفار ترقي. هل من مذنب؟ يبقى أنت عاصي تطلب التوبة. طب لو ما فيش تبقى توبة الخواص. ما احنا على كل الأحوال بنسأل الله التوبة. يعني واحنا حتى لو العبد بلغ من الطريق إلى الله مبلغا بيتنازل عن التوبة؟ لا، التوبة دي معانا على طول، لأن احنا بنتوب عن كل ما سوى الله. ودي توبة مين؟ خواص الخواص، تتوب عما سوى الله. يعني ما تنفعش ايه؟ تلعب. لكان ايه؟ لكان ضائعا بلا فائدة. طب هتبقى فائدته فين بقى؟ لو كان العلم المجرد ده نافع، من الناس كلها بتتعلم، لكن مين اللي بيعمل؟ قليل. هي الناس ما بتعرفش الموعظة في صلاة الجمعة؟ ما بتعرف. هو انت مش بيجي لك واعظ من الله؟ ما بيجي لك. مش بيجي لك وارد من الله؟ بيجي لك، لكن مين اللي بيعمل؟ قليل. وربنا قال: وقليل من عبادي الشكور. يعني الناس بتشكر، لكن الشاكرين قلائل قلائل.
الله. وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: نعم الرجل هو، نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل. فسيدنا النبي جعل له شرف، يعني هو راجل كويس، بس سيدنا النبي أوقف له نعمة اللي هي تفيد المدح على إيه؟ على قيام الليل. يعني كأنه هو كويس، بس هو كويس بس مش قوي، لو كان يقيم الليل. فسيدنا عبد الله بن عمر عمل ايه؟ قام الليل، قام الليل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لرجل من أصحابه: يا فلان، أيوة الشغل جاي اهو بقى، شغل الزكيرة وأهل الله والطريق والناس اللي عايزة تاخد مكان في الجنة مع حضرة النبي، والناس اللي عايزة تاخد مكان بين الصالحين. أيها يا فلان، قال صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: يا فلان لا تكثر النوم بالليل. يا سلام، لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل يدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. شغل الطريق كله بالليل، احنا بنذكر الحمد لله ليل ونهار، وأذكار الطريق عندنا ليل ونهار، لكن في آيات نزلت بالليل زي ما نزلت بالنهار، لكن الليل أكتر. الليل ده فيه أسرار ما يعرفهاش إلا العارفون. غالبية الأحوال اللي ترد على الإنسان تبقى بالليل، بالليل سكون، خلوة مع الله، مفيش حد شايف حاجة، مفيهوش رياء، التجلي الأعظم بالليل لله عز وجل، تناجي ربك. وصفنا احنا في التوراة رهبان الليل، فرسان بالنهار، رهبان بالليل وبالنهار فرسان. القرآن أول لما نزل كان بالليل، المعراج كان بالليل، لما تنزلت سورة ليلة القدر كانت بالليل. الليل ده فيه شغل عجيب. النهار فيه فضل، وجعلنا النهار معاشا. طب والليل لباس، ده للعوام، للعوام لباس للعوام، إنما الأهل الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما. الليل يا مولانا، الليل ده فيه الأنوار والفيوضات والرحمات والحضرات. حتى بص كده على سيدنا رضي الله عنهم، ما فيش حد بيعمل حضرة بالنهار. طب لو اتعملت بالنهار تبقى حلوة، بس بالذات بتاعت بالليل، هي ليل. الملائكة بتنزل بالليل وبالنهار، لكن بالنهار مش، لكن الليل حلو، واخد بالك؟ فلليل مزية في الصلوات على النهار. في حد بيقيم الليل بالنهار؟ مفيش، إلا لو كانت عادة عندك، إلا لو كانت عادة. فلو كانت عادة وضع منك اليوم ده تقضيها بالنهار ينفع. كان صلى الله عليه وسلم إذا فاتته عبادة الليل قضاها بالنهار، ده قضاء من باب الايه، من باب الامتثال، بانه هو دي حياته، مناجاة وصلاة. لكن في حد، هل ربنا شرع لينا القيام في الليل؟ لا. امال النهار ده بتاع ايه؟ النهار ده بتاع المعاش والجري على الحاجة والبتاع. حتى ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل القيلولة بالنهار عشان ما تنامش بالليل، كأنه بيديك اشارة الى ان القيلولة هنا نام في النهار، لان النهار مش بتاع شغل مع الله. النهار ده شغل عبادة، النهار ده شغل مين؟ شغل الرزق، المعاش والحوائج وكذا. اما الليل لا، ما تنامش بالليل، نام بالنهار. لما يجي المريد ياخد الطريق في الاول نقول له قلل من النوم، بالليل ولا بالنهار؟
لا بالليل. طب لو قال انا انام بالنهار وماله؟ اصلا نوم النهار مش مريح، نوم النهار فيقوم وينام تلاقي جسمه مكسر، لان ربنا قال وجعلنا الليل لباسا، فللعوام الليل لباسا والنهار معاشا. طب وللخواص؟ لا، الليل عبادة والنهار عبادة، بس يجري على قضاء حواجه ورزقه و فين؟ بالنهار. ونقول له نام ساعتين بالنهار، نام لك ساعتين، الشيخ يقول له نام عادي، لكن بالليل اوعى تنام. ليه بقى؟ عشان تفتح باب المشاهدة. من قلة النوم مع كتر الذاكر تلاقي عينك اتفتحت، البصيرة اتفتحت. في الليل أسرار لا يعلمها إلا الله، وطول ما أنت مش من أهل الليل ومش من أهل المناجاة ولا هتحس بالكلام اللي احنا بنقوله ده، وما اقدرش اقول لك جرب، لكن طفي النور واقعد اذكر وشوف التجليات اللي انت هتبقى فيها، حاجه كده في منتهى الجمال. اعمل الكلام ده بالنهار مش زي الليل. زي ما تروح اليومين دولك كده، او انت مثلا بتعمل عمره في رمضان، تروح تزور عرفات وتخش فيها، ما تحسش فيها بنفس الروحانيات اللي بتبقى يوم عرفه، مع انه هو عرفه ما تغيرش، لكن لا، في ميعاده بيبقى نفحته موجوده، في غير ميعاده نفحته مش موجوده، فتخش عرفات تلاقيه عادي خالص. ايوه هو حلو ومكان مبارك، لكن مش زي ايه؟ مش زي ميعاده اللي هو يوم وقفه عرفه، تاخد بالك؟ وهكذا. فهنا الشيخ بيقول ان سيدنا النبي بيقول، وهذا اثر، يا فلان لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل يدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. يبقى أنت تعمل إيه؟ تجعل لك ورد من عبادة الليل. وبنقول للناس مش معنى أنك تقيم الليل أنك تصلي الليل كله، لا، قسم الليل تلات تلات، نام لك شوية واصحى صلي، وما بقولكش هات لك ألف ركعة، يعني ما تعملش زي سيدنا علي السجاد رضي الله عنه، اللي هو ابن سيدي علي زين العابدين، ما تعملش زيه رضي الله عنه وارضاه، ده كان يصلي كل ليله 1000 ركعه، ما تعملش زيه، انت ما تقدرش، لو قدرت توكل على الله. انما يا مولانا، ولا اقول لك هات 100، يا عم هات لنا بس ركعتين وسلم، وهات ركعتين وداوم عليهم. واحنا في الطريق كان من شروط الطريق بتاعنا ان الواحد اما يلتزم في الطريق جديد ياخد ايه؟ يصلي كل يوم يومين بالليل مش بالنهار، يصلي يومين قضاء من اللي عليه. يعني شيخ يقول لك انت عندك كم سنه؟ هتقول له مثلا 30، يقول لك طيب انت دلوقتي تاخد معاك البيعه وكده، ان انت كل يوم كل ليله بالليل بعد ما تصلي العشاء نام لك ساعتين ثلاثه، واظبط منبهك مثلا على الساعة 1 ولا الساعة 2، قوم اعمل ايه؟ فجر مثلا بدنا على 4، اظبط المنبه على 2:30، اتوضى وصلي يومين من اللي عليك قضاء، فتصلي كام؟ صبحين وظهرين عصرين مغربين عشاءين، تمام؟ يبقى دول كام فرض؟ 10، صح؟ كل يوم بتقضي كام من اللي عليك؟ 10 فروض قضاء، تستمر على هذا، ويبقى ده في حياتك ما بيتمسحش، ده حياتك ماشية كده، تفضل تشتغل. يجي بعد شوية هو يشوف في منام او يغلب على ظنه، او الشيخ مثلا ربنا يشرح صدره، ان هو كده قارب على الانتهاء مما عليه بين يدي الله، وده جائز عند العلماء خلافا لبعضهم اللي بيقول لك ايه؟ الصلوات التي فاتت لا تقضى. ايوه لا تقضى، لانك كنت كافر على مذهب بعض الحنابلة، وهذا الكلام يعني معلش عند الأئمة الأربعة، تقضى الصلوات، تقضى الصلوات، تمام؟ فتقضيها. بقالك كم سنة أنت بقى بتصلي 10 ركعات كل يوم؟ سنتين ثلاثة أربعة، بقى قيام الليل في دمك. الشيخ يقول لك خلصت يا عم؟ اه زي ما أنت، هاتهم بقى إيه؟ 2 × 2 × 2 × 2 × 2، ادي كده 10 ووتر، يتحولوا لايه بقى؟ قيام ليل.
حروة عسل بقى قيام الليل في دمك، واخد بالك؟ على كل يا شباب، شغل الليل في الطريق لا غنى عنه، لا غنى عنه. قال: أيها الولد، ومن الليل فتهجد به. أمر هنا بيكلم مين؟ الخواص. إنما العوام وجعلنا الليلة يعني تناموا وتستريحوا، إنما الخواص ومن الليل فتهجد به، تهجد يعني جاهد. وبالأسحار هم يستغفرون، شكر. والمستغفرين بالأسحار، ذكر. قال، شوف كأنه بيقول له إيه، قسم ليلك ما بين الأمر والشكر والذكر. وعشان كده بقول لك قسم ليلك ما بين إيه، نوم تستريح لك شوية، وتشتغل شوية في قيام الليل وشوية في العلم، ساعة قيام ليل وساعة علم. الفجر يأذن، روح صلي الفجر، اقعد قول اذكارك، اطلع على شغلك. طب لو كان شغلك على حدود الساعة 10، ريح لك شوية، ولو ما تريحش يبقى احسن. نام قيلولة. طب انا الشغل ما ينفعش انام فيه قيلولة، خلاص نام الصبح. واخد بالك؟ يعني هنا في إشارة إلى تقسيم الليل إلى إيه؟ إلى الأمر بالصلاة وبالشكر بالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار ذكر. تمام كده؟ في إشارة إلى تقسيم الليل. ذكر ذكر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة أصوات يحبها الله. المؤمن الموحد بالله أول لما يسمع حاجة ربنا بيحبها يجري يعملها على طول. أدي حال المحب، أول لما يسمع سيرة حاجة بيحبها ربنا يعملها على طول، يبقى أنت صادق في دعواك بالمحبة. المحبين إذا ذكر الله هاجوا، يحرك الشوق مشاعرهم تجاه ربهم. إذا ذكر اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم يهيم فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإن الناس بقى بتختلف في ده، في ناس جمالية وناس جلالية، ناس محمديين وناس ذاتيين، وهو كله ربك سبحانه وتعالى خلقه، وكل واحد له رزق بيكتسبه من رب العالمين، واخد بالك؟ فسيدنا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ثلاثة أصوات يحبها الله: صوت الديك، وصوت الذي يقرأ القرآن، وصوت المستغفرين بالأسحار. طب صوت الديك ده لأنه إيه؟ بيرى ملك، والملك دائم الذكر لله، فصوت الديك علامة على ذكر الله. حتى إحنا عندنا في الحديث إيه؟ لما نسمع صوت الحمار نعمل إيه؟ نستعيذ بالله من الشيطان، لأنها رأت شيطانا. طب ولو شافت، لو سمعنا صياح الديك نعمل إيه؟ لا، وحبوا نصلي على النبي. لا، النبي قال: فإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها قد رأت ملكا. اسألوا الله إيه؟ من فضله. ادعي بأي دعوة إن شاء الله الملك اللي واقف ده يأمن عليها. تمام؟ طيب، موضوع الديك ده مش في إيدينا إحنا، إنما صوت الذي يسمع القرآن. يا راجل بقى ربك بيسمعك وأنت بتقرأ القرآن وما تقراش؟ يا راجل اتق الله، نسأل الله السلامة. يبقى أنت لما تسمع الكلام ده تعمل إيه؟ تبتدي تلزم باب القرآن، من باب أن الله تعالى يحب سماع هذا الصوت. حتى لو كان صوتك وحش، هو مش بيسمع صوتك أنت، هو بيسمع صوت كلام اللي طالع منك، اللي أجرعه على لسانك، واخد بالك؟ طيب، ويحب إيه تاني؟ ويحب سماع صوت المستغفرين بالأسحار. يبقى تيجي أنت بالليل تعمل لك ورد إيه؟ يا سلام على الاستغفار ده. الاستغفار ده لما تلزمه دايما يرجعك الى حقيقة نفسك، وهو انك انت بجد يعني محدش يزعل انك حقير. يوم نفسك ما تعظمش عليك، تفضل تستغفر. ايه بس انا وصلت الى مرحلة ما بعملش ذنوب. ايه، ما انت بتستغفر من رؤية نفسك. طب انا ما بشوفش نفسي دلوقتي، استغفر ليه؟ تستغفر من عما سوى الله، وصلت له وبقيت تستغفر عما سوى الله. استغفر تاني،
لأن من كان أفضل منك صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في المجلس 70 مرة صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أنا دلوقتي ما بستغفر، لا عندي رؤية نفس ولا 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 إلى آخر، أستغفر ليه؟ ممكن امتثالا بما فعله حضرة سيدنا النبي، وممكن حاجة تانية أن أنت بتجدد عهد التوبة مع الله التي لا مفر ولا مفك منها، على طول أنت جاي تستغفر، حاضر أستغفر، تقوم تمسك سبحتك بليل وتجيب لك 100 200، وحط الحديث ده دايما بين عينيك. طوبى منزلة في الجنة، طوبى لمن جاء يوم القيامة وفي صحيفته استغفار كثير، استغفار كثير، مش تستغفر لما تبقى تعصى، لا استغفر، اشتغل بقى في الاستغفار، استغفر الله استغفر الله او استغفر الله العظيم، وجيب لك مثلا بالليل كده 100 200 300، تستغفر تستغفر تستغفر. الاستغفار بالليل ده من اوراد الليل، ودي حاجة إذن عام مش محتاجة يرجع للمشايخ لأنها ذكر. تستغفر بقى ربنا كتير، يوم ربنا يفتح لك أبواب التوبة من 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 واسعة، وبعدين يفيض على قلبك فيوضات لا يعلمها إلا الله، لأن أنت بالاستغفار بالليل بتقف على الباب المكتوب عليه المنكسرات قلوبهم. وحضرة النبي قال لنا إيه؟ قال رب العزة في الحديث القدسي: أنا عند المنكسرة قلوبهم. تفضل واقف عليه بقى، ده ايه اللي يحصل؟ يوم ربنا فاتح لك الايه الابواب، لان الناس بتقف على باب الصيام، وناس تقف على باب القيام، وناس تقف على باب الشكر، وناس تقف على باب الجهاد، وناس تقف على باب الصيام، وناس تقف على باب العباده، وناس الزكاه، ابواب. طب ومين اللي بيقف على باب الذل؟ قليل. بالاستغفار بالليل تقف على باب الذل، واللي يقف على الله على باب يقف في طريقه إلى الله على باب الذل يفتح الله له أبواب العزة، لأن من تذلل في طريقه إلى الله لله أعزه الله، لأن ما فيش في الطريق إلى الله ذليل، كل اللي ماشي في طريق ربنا عزيز، فلو أذله يبقى بيذل له هو، ولو اتذلت لي هو يعزك، لو اتذلت لي الدنيا يذلك، فاهم؟ تمام يا جماعة الخير. فالشيخ هنا ايه اورد بعد ذلك، قال قول سيدنا سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وارضاه: وهذا القول لعله مبني على المكاشفة او يكون له دليل، لكن انا حقيقة لم اقف عليه. قال سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى: ان الله تبارك وتعالى خلق ريحا بالاسحار تحمل الاذكار. الكلام اللي هيقوله سيدنا سفيان الثوري ده لعل يكون مبني على المكاشفة، ان سيدنا سفيان الثوري رأى ذلك، وده وارد عن اهل الله ان هم يشوفوا بعض الاشياء النورانية في الكون فيبلغوا، تمام كده، او يكون هم له فيها اثر، فان كان له فيها اثر فانا لم اقف عليه، وان كان من باب المكاشفة فنحن نسلم المكاشفات لاهل الله رضي الله عنهم، لا سيما إذا كان هذا المكاشف هو سيدنا سفيان الثوري أحد أئمة العلم في عالم الإسلام. فالشيخ بيقول إيه؟ إن الله تعالى خلق ريحا بالأسحار تحمل الأذكار. يبقى وانت قاعد بالليل بتذكر وتورد بالليل، اللي بيحصل تيجي ريح تحمل الايه، تحمل الذكر ده إلى الله عز وجل، الهوى اللي خارج من بقك وانت عمال تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو سبحان الله سبحان الله، أو الحمد لله، أو اللهم صل على سيدنا محمد إلى آخره، تيجي ريح تحمل ذكرك ده تطلعه فين؟ تصعد به إلى الله عز وجل، تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. آمنا وسلمنا. حاب إن الأمر ده مبني على الكشف ومفيش عليه حديث. طيب ما هو الكلام ده ما هو عليه ده أدلة تانية، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض علي أعمالكم. فاحنا الاعمال بتعرض الاول على مين؟ على حضرة النبي، وبعدين يصعد بها الى الله، تمام كده. ولو هو مثلا مبني برضو على المكاشفة،
طيب ما هو برضو يصح، لان احنا علينا الملائكة اللي بتكتب الحسنات والسيئات. وقال ايضا اللي هو سيدنا سفيان: اذا كان اول الليل ينادي مناد من تحت العرش الا ليقم العابدون، الا ليقم العابدون فيقومون ويصلون ما شاء الله تعالى. ثم ينادي مناد في شطر الليل، نص الليل. طبعا قوله عليه الصلاة والسلام، طبعا قول رضي الله عنه: إذا كان أول الليل ينادي مناد من تحت العرش ألا ليقم العابدون، ده فيها حديث قوله صلى الله عليه وسلم: خير الليل أوله، خير قيام الليل أوله وقليل فاعله، خير قيام الليل أوله وقليل فاعله. ليه؟ لأنه وقت غفلة، وقت غفلة عن إيه؟ بعد العشاء، اللي وراه مصلحة، اللي وراه مشوار، اللي عايز يتعشى، اللي عايز يروح يشتغل، اللي عايز يروح يتفق على شغل، اللي عايز يقابل أصحابه، اللي هو وقت السمر المنهي عنه، السمر المنهي عنه، أو السمر المباح حتى، أو إن الواحد بيقضي مشوار أو صلة رحم أو كذا. تلاقي معظم، حتى احنا عندنا الأعراف دلوقتي بتاعتنا هنا في مصر، معظم الزيارات إمتى؟ تلاقي بعد العشاء، صحيح؟ فالوقت ده وقت إيه؟ وقت غفلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير قيام الليل أوله وقليل فاعله. فالشيخ بيقول لك: ينادي منادي من تحت العرش ألا ليقم العابدون فيقومون ويصلون. تمام كده؟ مش لازم يكونوا نايمين، ده المنادي بينادي بيقول: يا عباد الله، يا عابدين، يعني كل من تشبه بالعبادة أو تشرب العبادة يروح يقوم في الوقت ده إيه؟ يصلي. فيقومون ويصلون ما شاء الله، ممكن نص ساعة، ممكن ساعة وخلاص. وبعدين خلاص هو كتب في الليلة دي من العابدين، خلاص يعني مش لازم يقوم الليل إيه؟ يقوم الليل كله، لا، هو كده كتب من العابدين وخلاص. ثم ينادي مناد في شطر الليل، اللي هو نص الليل: ألا ليقم القانتون. القانت اللي هو التائب، القانت التائب، والقانت هو التائب الذي يعود إلى ربه، يذنب فيعود، يذنب اللي هو المنيب، قانت راجع إلى الله. فيقومون ويصلون إلى السحر، ويصلون إلى السحر. فإذا كان السحر اللي هو قبل الفجر بساعة كده، والمستغفرين بالأسحار، ينادي مناد، نادى مناد: ألا ليقم المستغفرون فيقومون ويستغفرون. يا بل العابدون قاموا عملوا إيه؟ صلوا، تمام؟ والقانتون عملوا إيه؟ صلوا، والمستغفرين استغفروا. طب ليه عملوا كده؟ لأن الله عز وجل خصص الطرف الأخير من الليل ده بإيه؟ بالاستغفار. قال: والمستغفرين بالأسحار. طب أنا لو خيرت أختار إيه؟ يعني لو أنت صحيت قبل الليل بساعة، قبل الفجر بساعة، أختار إيه؟ والله أقول لك: خد الحسنيين، اتوضى وصلي ركعتين خفيفتين، ثم ركعتين خفيفتين، ثم اجلس للاستغفار. يبقى أنت دخلت في الإيه؟ في المصلين ومقيم الليل والمستغفرين بالأسحار. لا سيما أن الاستغفار بالليل قيام ليل. ويا جماعة الخير ما تحصروش قيام الليل في الصلاة، العبادة قيام ليل، الصلاة قيام ليل، المذاكرة لما يكون عندك مذاكرة قيام ليل، لما يكون عندك تسبيح ده قيام ليل. معنى قيام الليل أن أنت إيه؟ تكون شغله بالعبادة، لكن هو أصبح حقيقة في الصلاة. لكن لو واحد قام الليل في المذاكرة وتحصيل العلم، ما في سبيل الله برضه، وفي الجهاد وفي قيام الليل، فما تحصرش المعنى إلى معنى إيه؟ إلى معنى ضيق. فإذا كان السحر نادى مناد: ألا ليقم المستغفرون فيقومون ويستغفرون. فإذا طلع الفجر نادى مناد: ألا ليقم الغافلون. ألا ليقم اللي هم بيصحوا على إيه؟ على الأذان، على أذان الفجر. وده الأذان طالما صيح على أذان يبقى كده منين؟ من الغافلين. لأن الشيطان لما تيجي أنت تنام يكتب على قفاك ثلاث عقد،
عليك اختمالك كده، عليك نوم، عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد. تيجي تقوم من النوم كأنك شايل على جسمك أمثال الجبال، مش عايز تقوم. ولذلك السادة رضي الله عنهم علمونا نعمل إيه؟ ننام على وضوء، وعلمونا رضي الله عنهم وأرضاهم إن إحنا ننام على ذكر، وعلمونا إن إحنا نقرأ خواتيم سورة الكهف. خواتيم سورة الكهف فهي تنفع في ذلك، تخليك تقوم قبل الفجر. ماشي يا جماعة؟ قال فيقومون من فروشهم كالموتى نشروا من قبورهم. ايه رأيك بقى ان الكلام ده كان زمان، وان اللي بيصحى دلوقتي بيصحى على 7 الصبح و8 الصبح و10 الصبح وما يحلاش النوم الا على الساعة 2 بالليل عشان صلاة الفجر تضيع. نسأل الله السلامة والعافية وحسن الإقبال على الله عز وجل وحسن التوبة والرجوع إلى الله. نقف عند هذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة.